إلى كافة مواطني الولاية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1440، كذا يوم عاشوراء بمناسبة الأعياد والأيام الأعياد الوطنية والدينية. نشرع اليوم في توزيع 1230 مسكن متوزعين على أنماط مختلفة، منها 790 سكن عمومي إيجاري، 140 سكن تساهمي ترقاوي مدعم، و300 إعانة 300 إعانة فيما يخص السكنات الريفية. والبرنامج مازال متواصل لآخر السنة، وحوالي مازال 6000 وحدة سكنية بمختلف الأنماط سيتم توزيعها في السداس الأخير إن شاء الله. نشكر السيد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما نشكر السلطات المحلية لولاية ميلا، دون أن ننسى تعازينا الخالصة إلى السيد الوالي السابق أحمد حمودة زين الدين. شفنا مفاتيح السكن الاجتماعي، ونشكر فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، وربي يعطيه الشفاء إن شاء الله. رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة على هذا الجهد، والسلطات العليا والمحلية للبلاد على هذا الجهد وتوفير السكن للمواطنين وإيوائهم والأمن والاستقرارية، وبارك الله فيك. حاليا بالسكنات هذه، أول حاجة نبدأ بها نترحموا على والي الولاية ونعزيو العائلة تاعو أولا. ونا فرحانين، ما كنا في ظروف صعبة.